أنا في تفاصيل أزمة المياه بديالة، وتحديدا في أي المناطق تكمن هذه المعاناة؟ نعم، في البدء تحية لك ولجميع مشاهدي قناة دجلة الفضائية. نعم، اليوم الخطر ينذر محافظة ديالى بأزمة كبيرة للمياه، كون أن المحافظة في فصل الشتاء كانت مهددة بالغرق، وأيضا تعرضت الكثير من البساتين والمناطق السكنية إلى الغرق، وحتى بحيرة حمرين امتلأت خزينها المائي، وكان هناك كميات كبيرة من القدرة الاستيعابية التي كانت تسد حاجة المحافظة لمدة 4 سنوات إضافية دون استقبال أي موارد يعني من المياه من مناطق أخرى وحتى من دول الجوار. لكن للأسف الشديد حال ما يعني بدأنا بموسم الصيف، حالما هذا المياه أهدرت وتم توزيعها على المبازل وعلى الأنهر، وحتى كانت هناك إضافة لدفعات المياه لنهر دجلة لسد النقص الحاصل فيها، لكن هذا الأمر أضر كثيرا إلى أهالي محافظة ديالى. اليوم أكثر المناطق في أطراف يعني قضاء بعقوبة وأيضا جميع أقضية المحافظة اليوم تعاني من شحة كبيرة وواسعة بالمياه، كون أنها تعتمد بالمصدر الرئيسي إلى بحيرة حمرين، وهذه البحيرة اليوم أصبحت خالية تماما من المياه، وحتى اليوم سد الصدور يعني هناك أنباء تتحدث عن نصب مضخات لرفع المياه من مكان إلى آخر، لأنه كميات المياه في سد الصدور لا تكفي حاجة هذه العوائل. اليوم كان يعني مديرية الموارد المائية قامت بتعزيز نهر خريسان ومد خطوط لنقل المياه من أسفل الخالص لتعزيز هذه قضاء بعقوبة بالمياه، لكن للأسف الشديد الحال يعني ما هذا أنجز هذا المشروع، لكن ما زالت هناك شحة كبيرة في قضاء بعقوبة هذا القضاء الأكثر سكانا. نعم، يعني اليوم العوائل وحتى القرى اليوم بدأوا يعتمدون على شراء المياه والمقطورات على المياه والمقطورات من الباعة الجوالة، وأيضا الكثير منهم اليوم بدأ يعتمد على حفر الآبار لإشغال يومه من المياه. اليوم في ديالى هناك يعني أنباء تتحدث عن إصابتها بكارثة إنسانية وبيئية في حال لو لم تتخذ الحكومة المركزية إجراء مع وحوار أيضا مع تركيا وإيران التي قامت مؤخرا ببناء سدود ومنع وصول المياه إلى محافظة ديالى. إذن هذه الأزمة التي تعصف بديالى فعليا دفعت بعض الأهالي كما شاهدنا قبل قليل على الشاشة بالاحتجاج وإعطاء المهلة للحكومة المركزية، ومن ثم إذا ما لم يتم الاستجابة لهذه المهلة ما هي الإجراءات ربما من قبل الأهالي؟ وحدثنا تحديدا عن مسألة نزوح بعض السكان، هل هذه الأخبار صحيحة؟ نعم، يعني فيما يخص اليوم التظاهرة يعني أهالي قضاء المقدادية وقرى إمام ويس نظموا وقفة يعني تظاهرات للمطالبة بتوفير المياه وأيضا الكهرباء. اليوم هذه العوائل يعني تعتمد على مصدر مياه ثابت وهو يعني نهر مهروت وأيضا أنهر وجداول أخرى. هذه اليوم الأنهر جفت من المياه ولا توجد فيها مياه يعني المعيشة، يعني مثلا يسد رمق حياتهم اليومية. اليوم هذه العوائل تلوح بالنزوح، وأيضا هناك الكثير من العوائل يعني في مناطق السعدية حسب ما ذكر لنا يوم أمس أحد المواطنين أن ناحية السعدية وقضاء خانقين ونواحية هي الأكثر تضررا من أزمة المياه، وهناك يعني عوائل كثيرة يعني في نيتها إلى الرحيل والهجرة والنزوح إلى مناطق تتوفر فيها المياه. اليوم ديالى وأطرافها يعني الوضع يعني متأزم كثيرا، كون أن المصدر الرئيسي للمياه هي بحيرة حمرين، واليوم لا تتوفر فيها كميات من المياه. اليوم الاعتماد الرئيسي للمياه هو قضاء بعقوبة الذي أنشئ مشروع مؤخرا من قبل وزارة الموارد المائية بمد أنابيب من نهر أسفل الخالص وتغذية نهر خريسان. نعم. أما البقية وباقي المناطق لا توجد فيها أي مشاريع إروائية تسد حاجة المواطنين في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا على هذه التفصيلات والمعلومات علي إبراهيم مراسلنا من ديالى.